ازيكم عاملين؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه تحدي جامد، تحدي البحث عن الكنز. بصوا فكره الفيديو ان انا الفلوس دي هحطها في اماكن كتير وهم هيدوروا عليها، احمد وجنى هيدوروا عليها، اللي هيلاقي اكتر هو هياخد الفلوس من التاني الفلوس. انت فاهمه كده يا جنى؟ يعني اللي هيلاقي فلوس اكتر هو هياخد من التاني الفلوس وهياخد الفلوس كلها ويبقى هو الكسبان. خليكم معايا. جنى دلوقتي يا جماعه هيدخلوا يستخبوا جوه، يلا ادخلوا على اوضتكم، يلا هيدخلوا جوه وانا بقى ايه هحط الفلوس بقى براحتي كده في الصاله وهنطورها بقى في كل حته، والشاطر فيهم هو اللي هيلاقي الفلوس. لو هي جت احمد قول لي، وانت لو هو جه قولي لي. ماشي، يلا هبدا بقى ان انا احط الفلوس يا جماعه. دلوقتي هبدا ان انا احط الفلوس اهي زي ما انتم شايفين. بص هاخد دي اهو واحطها هنا، دي اول واحده اهي ورا المخد، مش عارفه التانيه دي احطها فين. بص هشيل المخده دي اهي واحطها تحت بس كده كويس. حطيتها ناخد شويه 50، بصوا احطهم تحت في السكينة اهو. يا بخت اللي هيلاقي دول، هيلاقي اتنين مع بعض. نحط العشرة دي خمسة، دي حطيتها تحت الكنبة. بص بقى انا هحط واحدة تحت الريسيفر عشان ماسكة الكاميرا بايدي التانية، مش عارفة والله احط فين تاني، احط دي فين، احط هنا، احط دي كده اهي سقطت تحت بس كده حلو. مش عارفه احط فين تاني، الناحيه التانيه بقى. لسه يا احمد خليك، انا لسه ما خلصتش، لسه لسه. بس احط واحده دي تحت اهي تاني، فاضل دول لسه. بس نحط واحده هنا في طبق بلح اهو، واحده تحت الموزه. حاسه اني باين؟ لا مش باين. ماشي ناخد واحدة بقى كمان، خدوا معايا كلهم كده اهو، نحط واحدة هنا كده. بس نحط فين تاني بقى؟ تعالوا نحط واحدة هنا اهو. بس لا مش هنا، اهي هنا. فاضل اتنين دول حط واحدة تحت المصحف. بين المصحفين كده حلو. فاضل دي بقى احطها فين؟ مش عارفة احطها فين. طينا وخلاص تحت المخدة المدورة. كده تحت المخدة، محدش يقول بقى عشان عندنا احمد وجنى. تعال يا احمد، تعالوا تعالوا يلا، محدش يقول يا جماعة، محدش يغششوا. انا عارف هو ايه اللي انا عارف، احنا لسه بدأنا. تعالي يا جنى. مش عارف عمال اقول انا عارف انا عارف. تعالوا بقى، اول ما اقول ابدا اصبر يا احمد انت بتعمل ايه. هقول واحد اتنين تلاته ابدا، تروحوا جايين بادئين على طول. ماشي اوكي، واحد اتنين تلاته ابدا. هو موجود هنا في الصاله؟ ايوه دوروا هنا الاول عشان الكاميرا. ما نخلص بس، انا ما كنتش حاطه كل ده، انا كنت حاطه حاجه واحده. هي كانت فلوسك دي حاطه ولا ايه ده؟ نهار ابيض اللي عارفه فظيعه. يلا بسرعة بسرعة قبلها، دور دور. ها مش عارفة اصور جنة ولا اصور احمد ولا اصور ايه بالظبط. تعال هنا الاول هنلاقي الفلوس. لقيت جنة، لقيتها لقيت خمسة.
بهدلتوا الدنيا يا ولاد اللذين. دور في حته ثانيه برضه. هنخلص هنا الاول عشان الكاميرا مش هعرف اصوركم انتوا الاثنين مع بعض، فانتوا دوروا هنا وانا هقول لكم المبلغ. خلاص كده تمام، يبقى خلاص نمشي. سيبيه سيبيه نروق في الاخر، سيبيه. فاضل حاجتين، فاضل 15 جنيه يعني. شاطره يا بنتي يا جنة. دور يا احمد دور. فاضل 10 جنيه خمستين. فاضل 10 جنيه احمد خمستين، دوروا عليه. بنتي جنة انت كنت شايفاني انا بحط ولا ايه؟ بنتي جنة عارفة كل حاجة. وانا معايا مشايتين بس. انت لقيتي كام يا جنة هنا؟ لقيت 10. وانا لقيت يلا في الاخر هنشوف. وانا لقيت يا احمد يا خايب، عمال تبص عليها وتعمل الشغل بنفسك. يلا تعالي فرحة انت وهو. يلا الناحية التانية. ايوه هنا، ايوه هنا. اه دوروا هنا بقى. بهدلوا بهدلوا. ما انا اللي هروح. يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا احمد. دوروا كده يمكن تلاقوا اي حاجه. بالراحه بالراحه احمد كان هيقع. بالراحه يا احمد. ها ليه انت ما بتفكرش انت كمان؟ فاضل حاجه هنا. بص بقى احنا خلصنا هنا وهنا. تعال لا هنا ما فاضلش، تعالوا هنا بقى. اه ها ايه لقيت 10 كمان. بنت جنة دي يعني مش عارفه يعني عندها حس فظيع. دي لا يا غبي. ها ايوه اغبى من بعض. انتوا الاثنين اغبى من بعض. سووا في الاخر هنروق. لا ما بلاش الدنيا قوي كده. لا ايه خلاص كده مفيش تاني، خلاص هنا مفيش تاني خلاص. تعالوا لي بقى كده، تعالوا 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 تعالوا. انا معايا 30 جنيه. تعالي بقى هنشوف كل واحد لقى كام. تعالي هنا عند هنا كده. تعالي يا جنة، تعالي وريني يا جنة انت لقيتي كام. معايا ها عد كده الفلوس كده. 30 هي اصلا شكلها باينة. 50 60 70 80 90. جنة لقت 90 وانا معايا 30. خدي بقى منه الفلوس، يبقى جنة هي اللي فايزه. وبكده يا جماعه جنة هي اللي فايزه، ومبروك عليكي الفلوس يا جنة. عدهم كلهم كده يبقوا كام؟ انا والله ما اعرف هم كام. 20 30 40 50 60 70 80 90 110 20. بص انا الفلوس دي حطيتها، دي الفلوس الفكه اللي في البيت كله يعني. لميت الفلوس بتاعتي اللي في البيت كلها، اللي في البوك واللي في المحفظه واللي في الشنطه، وحطيتها كده. وحلال عليك يا جنة، بس هطلب منك طلب، اعزميني على ايس كريم. انا عايزه اكل ايس كريم. يا احمد وانت هارد لك احمد عشان تبقى سريع، عشان تبقى ايه سريع وتدور بسرعه. يا احمد زعلان؟ زعلان يا احمد؟ يا خسران خسرت. هاتيله ايس كريم يا جدنا على حسابك النهارده. هاتيله. نخرج يا جماعه بالليل وشوفونا احنا رايحين فين. وكمان جنة هتعزمنا على ايس كريم. لا لا هتجيب لنا ايس كريم. هنخرج بالليل وهتجيب لنا ايس كريم. ماشي احمد. احمد يا جماعه بصوا عمال يعيط. الدنيا احمد بهدل الدنيا عشان خسر كده عيب. تعالى تعالى يا احمد. زي ما قلت لكم يا جماعه جنة دلوقتي هي اللي فايزه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، هاتيها حلوه الفلوس دي، هاتيها روقي البيت كله الاول زي ما بهدلتوا البيت روقوا. يلا في ثانيه. لا هتروق. يلا يا جنة يلا ما تغزهوش يا احمد. ما تغزهوش. يلا اتفضلي روقي. لا مش هروق. لا هتروقي. انا اللي كسبت. احمد اللي هيعرف يروق. جنة يا جماعه بتقول لي انا اللي كسبت، يبقى احمد اللي يروق يعني. احمد اللي هيعرف بذمتك يعني. يلا اتفضلي روقي البيت، انا مروقه الصبح. خليه زي القشطه وزي الفول، وكمان هتمسحي. مش كفايه كسبتي؟ يلا اتفضلي. يلا بقى يلا روقي بسرعه.
وبكده يا جماعه خليت جنة بعد ما فازت ان هي تروق كل الشقه، تروق البيت كله بعد ما بهدلته هي واحمد. قولوا لي ايه رايكم في فكره الفيديو، وقولوا لي برده افكار تانية، لو عندكم افكار تانية اكتبها لي تحت في الكومنت افكار ننفذها. وبشكر جدا كل الناس المتابعيني وكل الفانز بتاع القناه، بشكركم جدا. الناس بقى اللي بتتفرج عليا وما تحطليش اشتراك ولايك، انا زعلانه منكم، حطوا لي اشتراك بقى عشان نوصل ل 1000. بصوا يا جماعه احنا بنبحث عن احمد، بصوا زعلان شفتوا.